حتى من ضوء الشمس. انا هلا وقت بطلع وبشوف السماء كثير بحس انه عم شوف شيء عظيم. انا عم شوف وردي، واو وردي قديش حلوه. اذا بشوف اي شيء كثير بحس بجماله، يعني بتذكر هذيك الايام قديش كان حلم بالنسبه لي انا اشوف الشمس السماء الورد. كل المعتقلين هيك تقريبا، كل المعتقلين. انا حسيت انه المعتقل نقلني نقله نوعيه، نقلني من بنت طفلة ما فاهمة شو معنى الثورة، ليش نحن طلعنا بالثورة، ليش نحن بحاجة للثورة، لشخص ثاني هو مدرك أهمية الثورة. كنت شاهدة على وحشية النظام داخل المعتقل. أنا لما مرقوني من كوريدور وشفت كيف الجثث مرمية وما حدا معبرة، طب إيش هي الجثث؟ قديش إلها هي الجثث مرمية هيك؟ الجثث هي عبارة عن عظام على فكرة. اخواتي رشاد بعد الاعتقال باربع شهور استشهد بسبب المرض، كمان يعني بسبب الاهمال كثير وعدم العنايه فيه، كمان استشهد بشير بنفس الطريقه بعد بسنه. انا طلعت من المعتقل انا ما زلت متخفيه، يعني انا ما رجعت على بيتي بشكل نظامي وخلاص وكانه ما شال عفو عني، لا انا بقيت متخفيه بين المنازل. احنا على اساس طالعين بشكل طبيعي. طبعا كان عندي حاله من التخوف من الشوفير، ما عندي ثقه انا ابدا بقى باي شخص يعمل مع النظام، ولكن احنا كنا دافعين مبلغ من المال كبير بحس انه نوعا ما امورنا ماشيه يعني. ولما مر على اي حاجز انا اطلع بامي واخوي وانه خلص انا حاول اني صبر الماما، ما احسس الماما انه انا هلا طالعه انا خايفه انا متوتره، لا انا كنت احاول انه يكون كتير اعطي للماما انطباع انه انا مرتاحه وخلص نحن حنطلع وكل شيء حيكون تمام. طالعه من سوريا كنت مبسوطه لفكره انه انا رح اطلع من هيدا جو الرعب، انا رايحه لمكان فيه امان، انا خلص هلا رايحه لمكان فيه امان، انا ما عاد رح في كوبسي بالليل، انا ما رح حد يفوت مداهمة على بيتنا فجاه الساعه 12 بالليل او 2 بالليل. وفعلا يعني نحن لما فتنا على تركيا وفتنا بقى بحاله ثانيه من المعاناه اذا بدنا نحكي، يعني اول كم شهر في تركيا كان في معاناه كثير كبيره، اللي كمان جو كثير جديد علي وكمان جدا صعب. كان بالبدايه في شويه صعوبه بالتاقلم ولكن تاقلمت. كان عندي امل اني انا رح ارجع الصراحه، يعني انا كان عندي امل انه انا رح ارجع على سوريا، ما رح طول كثير، ما بعرف ليش كان عندي اخذ هيدا التصور انه نحن الثوره رح تنتصر قريبا ونحن فتره مؤقته وسوف اعود. لما اجيت على تركيا وقلت لهم دائما لاخواتي انه انا بدي ادرس اعلام، يقولوا لي لا صعب كثير انه انت تدرسي اعلام وخاصه انه لغه غريبه عليك وهيك. لما طلعت لي المنحه راديو سينما تلفزيون هيدا الهدف اللي انا بدي، انا حلمي يكون مذيعة ومقدمة برامج. لما شفت انه هيك تم قبولك بالمنحة صرت ابكي صرخ عيط، كنت كثير مبسوطة، ما يعني مش بين مصدقة وما مصدقة انه انا عن جد يعني طلعت لي لهي المنحة، يعني انا هلا رح اصير اعلام، يعني انا عن جد رح احلم بطريق الاحلام. رغم هيدا الفقد كلياته بحس انه في شيء ايجابي عطاني اياه، عطاني نوع من انه انت كوني قوية، كوني شخص قادر انه يستمر وينجح لحتى يوم ما نحن نرجع عند هالبلد ويكون عندنا كفاءات نقدر نحن نبني هالبلد، وان شاء الله يعني تصير سوريا مثل ما نحن بنتمناها ومثل ما هي بليق فيها انها تكون يعني.